بالصدفة تلاقينا مع هاد الشاحنات المغربية اللي جاية من المغرب من جل أنحاء المملكة باش يقوموا بالتنظيف ديال المناطق المنكوبة جراء الفيضانات اللي قاست الإقليم ديال فالنسيا بالضبط النواحي ديال تورينتي. تحية للمملكة المغربية وعاش الشعب المغربي اللي ديما تيكون في وقت الشدة. انا وصلت لعام الملكة، انا وصلت شي جال كيتقروا علينا وكراسة طايرين في السماء. فوضى فوضى، دعيو معانا ما يوقع لنا والو. مركات ولات مجفين، داو ماكلة كاملة ولاد الحرام النصارى. واش عندك ليدن بلادن؟ شنو اسمو ديك السوق بنتي؟ ليدن ليدن مشات انت خرج فيها حتى حاجة، حتى حاجة ما كاين، كلشي مجفف. دعيو معانا راه التلوجات تبدا تطيح دابا. الله يلطف فينا، الله يلطف فينا، دعيو معانا خا الله راه الخلعة في القلب ديالنا. مكرهتش نرجع لبلادي نموت تما، بلادة الناس النصارى والغربة ودانا متحرم دانا كارثة. وليداتي في المغرب، أوليداتي دعيو معايا يماكم وعزيزاكم، أوليداتي خصني نمشي لبلادي صافي دانا، خلعتني خلعتني. ليلة جد صعبة قضاها سكان مدينة ملقا الإسبانية بسبب إعصار دانا. ليس فقط ملقا بل حتى المدن المجاورة غرناطة والنواحي، وهذا الإعصار يتجه إلى مدن فالنسيا عفوا سيفيا ويلبا كاديس والنواحي. لكن قبل ما نمشي للتفاصيل ديال هذا الفيديو اللي غادي نهضروا فيه على المخلفات ديال الإعصار ديال دانا، مرة أخرى غادي نرجعوا للأسطول المغربي والمساعدات المغربية. غادي نشوفوا إسبان يشكرون جلالة الملك، كذلك ركزوا معايا على هذا الفيديو. هاد السيدة اللي بقات حاصلة في هاد الغاسولينيرا كما كتشوفوا، هاد مول السيارة يعني أباساو دي لارغو بغاش يساعدها، ولكن جاء هذا الشخص اللي هو مهاجر إفريقي. شوفوا معايا وجا وانقذها. هذا الموضوع غادي نرجعوا له في المساء ان شاء الله، ولكن دابا خليكم مع التتمه ديال الفيديوهات والمعاناه ديال الساكنه ديال المنطقه من اعصار دانا اللي وصل كما قلت لكم من غرناطه، وغادي نشوفوا مغربي اخر تم انقاذه، مغربي اللي هو يعني في سياره الرويضات. ومره اخرى نشكر المغاربه والمملكه المغربيه الشريفه المساعده ديالها للجاره الاسبانيه. لايكات ديالكم بارتاج، كيشنا الأول مرة شارك معنا في القناة ونمشيو نشوفوا التفاصيل والليلة الصعبة اللي قضاوها السكان ديال ملقا عفوا. وغادي نسمعوا الصوت ديال مغربية. المهم شوفوا معايا حتى الاخر. El gran reino de Marruecos nos manda esta misma tarde 24 camiones para el desagüe de las alcantarillas para la ayuda de la DAN. Esto no me lo invento yo. Esto no me paga Mohamed VI por decirlo. Esta es la realidad. Larga vida al rey Mohamed VI. Allah al-Watan al-Malik. Y como el Estado español ha estado en los momentos más difíciles con el reino de Marruecos y apoya a la verdad y al sentido común de la autonomía del Sáhara Magrebía, y tenemos un rey que son hermanos con las casas reales desde hace muchísimos años, pues Marruecos está ahí con su hermano España. Sé que esto toca los cojones a mucha gente, ¿vale? Y también digo otra cosa, con la كيمشوا خوتي المغاربة والجالية المغربية في كل مكان. السلام عليكم وتحية طيبة للجميع. صور وفيديوهات
حصرية من مخلفات إعصار دانا الذي ضرب مرة أخرى مدن مالاغا، غرانادا، موتريل، وهناك مدن أخرى مهددة، سيفيا، ويلبا، وكاديس، ومجموعة من المدن الإسبانية. كذلك الخوت منساوش الأسطول المغربي الذي وصل إلى بالنسيا، نخليكم مع فيديوهات ديال الوصول ديالو. كذلك الإعلام الإسباني يعني تكلم عن هذا الأسطول وعن المساعدة المغربية. وكذلك هناك إسبان يشكرون جلالة ملك محمد السادس حفظه الله، خليكم مع فيديو ديال باكو يعني الغني عن تعريف إسباني مقيم بالمغرب. نشوفوا مجموعة من الفيديوهات، ولنا فيديو مهم هذا المساء فيما يتعلق بالمساعدات التي قدمها المغاربة لمتضرري فيضانات بالنسيا. فيديو غادي يكون جد مهم. تواصل معنا واحد الأخ اللي قام أو أقدم على عملية إنقاذ يعني مهمة، ولكن ما هضر عليه حتى شي واحد. كذلك غادي نشوفوا فيديو ديال محمد يعني مغربي إن سيادي الرويداس يعني تم إنقاذه من طرف الإسبان. مجموعة من الفيديوهات هنا الإعلام الإسباني فيما يتعلق بالأسطول المغربي ديال الشاحنات المغربية. يغانا البورتو دي موتريل 25 أوتوبومباس desde Marruecos para Valencia. Además de 69 profesionales conductores, operadores marroquíes y responsables de protección civil. نخليكم مع الفيديوهات. ما نضرش بزاف الإخوة لأنه كاين مجموعة من الفيديوهات. كنا كنتكلموا فقط على مالاغا، ولكن كاين عدة مناطق أخرى اللي حتى هي ضرات، خاصة منطقة ديال غرانادا موتريل. وكما قلتكم مجموعة من المدن الإسبانية، لأنه كاين تحذيرات من السلطات الإسبانية لساكنات سيفيا، ويلبا، كاديس. وكما سمعتوا هذاك الفيديو كان ديال سيدة مغربية اللي وفعلا يعني المحلات التجارية كلها خوات استعدادا لهذا الإعصار الذي ضرب إسبانيا. وهناك أخبار كتقول على أنه في اتجاه مدن شمال المملكة المغربية. خليكم مع هذه الفيديوهات. كمغربي الصراحة علينا أن نكون جد مفتخرين، رغم ذاك التعليقات السلبية اللي عارفين منين كتجي واللي سببها هما بعض الخونة المغاربة، خاصة واحد الكلب، واحد الزنديق اللي مقيم هنا اللي كما عارفين راه يعمل المستحيل من أجل تشويه المغرب والمغاربة كذلك. يعني كيبرد على هاد الناس لأنهم كتشوف المملكة المغربية الشريفة يعني تقدم المساعدات للدول الأوروبية، فهنا عليك أن تفتخر. وهذا شيء ماشي جديد على المغاربة، لأنهم بينوا واحد التضامن، واحد الملحمة كبيرة في الزلزال ديال الحوس، وكانت المساعدات من جميع مدن المملكة المغربية الشريفة من طنجة، القويرة، وخلات العالم يتكلم على التضامن ديال المغاربة. كملوا معايا الفيديوهات. ¡Cago en la puta! ¡Ay, Dios mío, me muero! ¡Ay, quiero continuar! ¡Ay! السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بالصدفة تلاقينا مع هاد الشاحنات المغربية اللي جاية
من المغرب من جل انحاء المملكه باش يقوموا بالتنظيف ديال المناطق المنكوبه جراء الفيضانات اللي قاس الاقليم ديال فالنسيا بالضبط النواحي ديال تورينتي. تحيه للمملكه المغربيه وعاش الشعب المغربي اللي ديما تيكون في وقت الشده.